وزراء الحضور الكريم، يشرفني أن أرحب بحضراتكم وبجميع ضيوفنا الأعزاء وكافة المشاركين في المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة، والذي يقام على هامش الاجتماع 45 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية. وأود أن أعرب عن سعادتي البالغة لاستضافة مصر لهذا المنتدى الهام، والذي يعد فرصة يجتمع خلالها القائمون على القطاع السياحي والأكاديميون والمؤسسات المحلية والدولية. بداية أود أن أؤكد على الاهتمام الذي تليه القيادة السياسية بقطاع السياحة، ولقد قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل باستقبالنا أنا والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في لقاء تناول الاتجاهات العالمية الحديثة في السياحة. وخلال اللقاء قام السيد زراب أمين عام المنظمة بإهداء فخامة الرئيس هدية تذكارية درع من المنظمة تقديرا منها لدعمه الفعال للسياحة من خلال إطلاق برنامج إصلاح الهيكلي لتطوير القطاع وإسهامه في استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة. أنتهز هذه الفرصة لتقدم بالشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع هذا الحدث الهام تحت رعاية سيادته، مما يعكس الاهتمام الذي تليه الحكومة المصرية لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر محوراً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودفع عجلة الاستثمار. السيدات والسادة، إن اهتمام وزارة السياحة بإقامة المنتدى الإقليمي لابتكار التكنولوجيا في السياحة إنما يأتي إيماناً منا بأنه لتحقيق